ولكن بالراحه يا جماعه. ايه يا اسد جبته ازاي ده؟ دي فيها ترقيه دي. مش مهم جبته ازاي، المهم بس اجيب منه اعتراف. ربنا معاك. سلام يا وحش. سلام. قولي لي معاملته ما اتغيرتش معاكي بعد ما جه وشافنا؟ بالعكس يا ماما، انا حاسه الطف بكتير. يعني مشكله اخته دي المفروض تخليه متضايق وبيكلم كل الناس وحش، بس انا بيكلمني كويس. اهلا اهلا يا ملوك، اتفضلي يا حبيبتي. ميرسي يا دادا، انا عايزه منى ثواني والنبي. وماله؟ اقعدوا اتكلموا على بال ما اعمل لك كوبايه شوكولاته سخنه اللي بتحبيها. لا انا مش عايزه اقعد، انا هاخد منى اتمشى بيها شويه وانت اعملي الشوكولاته عبال ما نيجي. عيوني. تعالي. خير؟ في حاجه؟ هو بصراحه انا عايزاكي في موضوع كده بس خايفه تكسبيه. طبعا بخصوص الموضوع اللي جيتي عشانه مكتب المحامي. على فكره انا شاطره قوي في القانون، لو عايزتي اي حاجه ممكن اساعدك. هو عشان بس مش زي ما انت فاهمه. بصي يا ستي، انا جايبه لك طقمين من عندي، واحد ما لبستوش خالص والتاني لبسته مره واحده بس وما كانش حلو عليا، بس انا متاكده انهم هيطلعوا حلوين عليكي. ربنا يكرمك، بس انا عندي حاجات كويسه الحمد لله. ما انا عارفه يا منونه، بس انت بقيتي بتشتغلي وهتحتاجي هدوم كتير. خديهم جربيهم، عجبوكي اوكي، ما عجبوكيش رجعيهم لي تاني. طب خلاص ماشي. ايوه كده حاسيني مفيش فرق بينا. قولي لي بقى عامله ايه في الشغل؟ كله تمام. صحيح هو انت مشيتي بدري ليه؟ انا طلعت ما لقيتكيش. معرفش، حسيت ان هو مشغول وبصراحه ما رضيتش احرجه. قولي لي صحيح، وانت بقالك قد ايه بقى بتشتغلي هناك؟ يعني تقريبا شهر كده. شهر؟ ومبسوطه معاه؟ قوي، راجل محترم وبيعملني كويس الحمد لله. ومحامي شاطر بقى على كده؟ قوي، ما تتصوريش انا بتعلم منه قد ايه. طب بقول لك ايه؟ اخوات كده بينا وبين بعض قبل ما دادا تيجي. انت بتحبيه؟ لا لا لا، مش للدرجه دي خالص، يعني اعجاب بس شويه. شويه ولا كتير؟ وسط يعني، بس اعجاب بس مش اكتر. شوكولاته. تسلم ايدك يا دادا، ربنا يخليكي. روح بقى اشربها في الاوضه عشان اشربها وانام على طول. يلا تصبحي على خير. ملك. نعم يا حبيبتي. متشكره قوي بجد، مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش كده يا منونه، احنا اخوات. العظمة عدوك يا باشا، فعلا جت في وقتها، انا كنت خربانة قوي. تشكر يا باشا. العفو يا تيفا. شوف بقى يا تيفا، انت القضية لابساك لابساك، انت راجل قديم وفاهم. فاهم يا باشا. حلو. قدامك حلين مالهمش تالت. يا اما كده تعترف وتيجي معايا دغري وتفضفض وتقول كل اللي عندك وتعيش مالك اليومين اللي انت قاعدهم معانا. ولو ما اتكلمتش هخليك تقول جاي بعلو حسك، وانت بنفسك اللي هتطلب اننا نرحلك من هنا بدري بدري على عشماوي. قتلته ليه يا ملك؟ يا باشا احنا كنا عدم المؤاخذه شغالين مع بعض. هجمين؟ لا اعوذ بالله، سرقه بالاكراه. اه وبعدين؟ ما ينفعش يا باشا عدم المؤاخذه حد يعلم عليا واسيبه عايش، انا برضه ليا اسمي وسمعتي. يعني انت قتلته عشان علم عليك؟ لا ما لحقش يعلم عليا، انا اللي عدم المؤاخذه علمت عليه زمان ايام الشقاوه في مصلحه كده. اه طب احكي لي بقى، انت علمت عليه في ايه وهو علم عليك في ايه؟ انا جاي لسعادتك في الكلام. احنا عدم المؤاخذه من يجي 15 16 سنه كده كنا قلبنا صراف في جامعه عين شمس، والقروه كانت لوز يجي نص مليون جنيه، وهو عدم المؤاخذه ما عملش حاجه، انا اللي عملت كل حاجه. وانا اللي كنت جايب المصلحه من ورا واحد صاحبي، قمت فهمته ان القروه 200 باكو واديته 100، اما هو اليومين دول حب يعلم عليا في مصلحه جديده، فاكرني خبوق، فهمني ان القروه 50 وهي 200. ما تفتكرش اسم الصراف بتاع جامعه عين شمس ده ايه؟ لا يا باشا عدم المؤاخذه الكذب خيبه، بس هو كان اسمه كده على اسم بلد، طنطاوي محلاوي. أيوب. اسم الله عليك يا باشا، هو ده أيوب. ايه؟ برضه كده ناقص 500 جنيه. طب حسبت الانابيب؟ حسبت الانابيب ايه؟ انت تلاقيكي طلعتي حاجه ونسيتي تقولي لي. وربنا ابدا،
انت قصك اللي بتسيبنا، اجي جاي لي ضيف، اجي عندي مشوار، وانا بصراحه ربنا بقى بنسى. ما انا قايل لك يا مبلوز اي حاجه تطلعيها اكتبيها في ورقه وحطي الورقه في الدرج. حاضر، المره الجايه هعمل كده، هقوم بعمل لك كوبايه شاي تروق بيها دماغك، واحسب كويس تاني ربنا يعطرك فيه. ماشي. 2 و8 10 10 و15 25 25 فريدة فيه يا بنتي. انت عايز مننا ايه؟ يا لما ربنا انا مش عايز منكم اي حاجة غير اني اشوفكم مبسوطين. ابعد عننا واحنا نبقى كويسين من واحنا صغيرين، واحنا كل ما نفرح تنكد علينا، كل ما تعمل عاملة تقع فوق دماغنا وتدمر لنا حياتنا وتبوظ لنا كل حاجة. انت بتعمل فينا كده ليه؟ انت اللي عايزة تشوفيني كده. انا مهما قلتلك او حلفتلك اني ما عملتش حاجة مش هتصدقني. تاني هتقولي ما عملتش؟ ما سرقتش؟ ما اتسجنتش؟ ما قابلتش طليقي وحكيت له على سجنك وعن علاقتنا بيك؟ هو اللي جالي كان جايب لي لوجي وانا نصحته ورجعت لك، قلت له البنت ما تقدرش تستغنى عن امها، وحكيت له عن تاريخك المشرف. سألني مجرد ان انا جاوبت قلت له ان انا بريء، ده حتى لما حاول يصالحني بيكم ما رضيتش عشان ما ضايقكوش. اعمل ايه تاني؟ ولا حاجه. ما تعملش حاجه لانك ما تعرفش تعمل غير انك تاذيني وبس. انا حبيت بس اقول لك ان اكرم هينزل قصتك في كل الجرايد، هيعمل منك ضحيه قدام ولادك الاشرار اللي مستعرين منك، هيفضحنا بيك. عرفت انت عملت فينا ايه؟ صباح الفل يا فخامه. صباح الزفت. ايه اللي جابك يا زعافه؟ حكايه ما تستناش يا فخم. ما تتكلم ولا مستني عزومه؟ عشق عشق. عرفت مكانها؟ لا. امال ايه اللي جابك؟ اهدى، عرفت اللي يعرف. مين؟ لا الحكايه دي فيها 500. 100 جنيه؟ لا ده ما يجوش حق التكوسه اللي ركبتها. انا ركبت تكوسه ب 300 جنيه وكلت حواوشي ب 100 جنيه. حواوشي ب 100 جنيه؟ ده الرغيف بنص جنيه. لا ده اللحم العادي، انا كلت لحم حملان 225 جنيه. وانا اشتريت انت عمر لحلح محمح لحلح فحفح لحلح. بس انا هتصرف. هو كل حاجه تيجي من ناحيتك صعبه كده؟ طب هو بيعمل كده ليه؟ اكرم عايز يرجع لي وبيساومني بيك، شايف ان انت نقطة الضعف اللي عندي، عايز يذلني، وطول ما انت موجود في الدنيا انا هتذل. عرفت؟ عرفت ليه انا مش هقدر اسامحك؟ لان كل المصايب اللي حصلت في حياتي حصلت بسببك انت، وانت كل ما غلطاتك تقدم تجري تعمل غيرها. انا مش عارفة، مش عارفة قادر تعيش ازاي لغاية دلوقتي. سالك يا صبري، انت لسه ما نطيتش؟ ما تنط يا اخويا من على السطح عشان بنتك العسل دي تستريح. انتي مين يا ست انتي؟ مين دي؟ انا ام بلوزه يا مسكره، واحده من الناس الغلابه اللي معفرهم التراب وريحتهم عاره. انتي هتردحي لي؟ انا اعرفك منين؟ بس ام بلوزه بس. بس قولك يا دودو، تعتمد عليا انا راجل؟ ما عماله اتمرمط فيك من الصبح وانت ردك طري. جربت انت؟ لا يا ام بلوزه، دي الدكتوره فريده بنتي. دكتوره على نفسها. الراجل اللي واقف قصادك ده جنابه اتكاوت على ارض السجن 15 سنه، ولما طلع افتكر ان انتوا الايد الحنينه اللي حطبطب عليه. انتوا عيال وحشه مش دريانين غير بروحكم. انت ست متخلفه ومش فاهمه اي حاجه. يا اختي جمال وحلم، متخلفه ليه؟ فادني الادب فاتك اكتر، فادني العلام اللي ما يعرفش قيمه ابوه يبقى ملوش لازمه علامه. كفايه يا ام بلوزه كفايه. بكره لما تكبري بنتك هتعمل فيكي زي ما انت بتعملي في ابوكي بالظبط. الدنيا سلف ودين، تبقي افتكريني ساعتها. حسبي السلالم تكعبلك يا مسكره. ليه كده يا مبلوزه؟ ليه عملت كده؟ ما انت لو بتفهم كنت عرفت ان مش كل الناس تيجي بالطبطبه. انت لو كنت نولتها على بقها ساعه ما علت حسها عليك ما كانش ده بقى حالها. بنتي يا ام بلوزه مهما حصل ما اقدرش اكرهها. غلط. احنا بنجيب العيال عشان نربيهم مش هم اللي يربونا. بلوزه كان بيجري شارع قدامه لكن يجي قصادي يوطي على ايدي يبوسها. قالت ايه دي؟ اتنين بس هما اللي ما يعرفوش يكذبوا،
المجانين والأطفال. حتى الأطفال لما بيحس إنهم كبروا شوية وخايفين من العقاب بيضطروا يكذبوا. بس أنا ما بحبش الكذب، وبشوف إن اللي بيكذب بيبقى حد ضعيف وخايف. ومين قال إن مفيش لحظة جوانا بنحس إن إحنا خايفين وضعاف؟ بس السؤال بقى، إحنا ممكن نكذب لغاية فين؟ نكذب على نفسنا مثلا؟ ما أعتقدش إن ممكن حد يكذب على نفسه إلا إذا كانت عنده مشكلة كبيرة. إحنا بنكذب على نفسنا لما بتبقى في حاجة جوانا مش قادرين نواجهها، خايفين نواجه نفسنا بالحقيقة، نتحط في موقف صعب وما نعرفش نتصرف فيه. هو حضرتك بتقولي الكلام ده ليه يا دكتور؟ في بعض حالات الهستيريا المريض بيكذب على نفسه، يقول إنه اتعمى مثلا، فعلا ما بيشوفش لأن شاف حاجة ما كانش لازم يشوفها. ممكن يتشل أو يفقد النطق. وهو حضرتك شايف إن أنا بكذب على نفسي؟ في حالة هستيريا تانية بس دي نادرة شوية، المريض بيتقسم يبقى أكتر من شخص. يبقى بوشين يعني؟ أبعد من كده بكتير، يبقى اتنين بني آدمين في شخص واحد زيك بالظبط. أنا؟ إزاي يعني؟ لا طبعا. أنت مين دلوقتي؟ عشق ولا ملك؟ شكلك بتتفرج على أفلام كتير يا دكتور. أنا زي ما أنت قلت بالظبط، مريضة عندها مشكلة بسيطة وبس. بصي للصورة دي كده. دي صورتي. ودي؟ برضو صورتي. بس الاتنين مش واحد. يا سلام، هو أنا لو غيرت في ستايل الميك اب واللبس شوية بقى اتنين؟ أيوة اتنين. شخصية رقيقة ومترددة ومش مايلة للمواجهة، دي غالبا ملك. شخصية عنيفة وقوية نقدر نقول صراعية ومايلة للانتقام، أكيد دي عشق. شكلك مش طبيعي النهاردة يا دكتور، عن إذنك. لو مشيت أنا مضطر أسف، أنا بلغ الدكتور عاصم. واضح إن أنت اللي محتاج دكتور نفسي مش أنا. سيب البتنجان بقى، كفايه اللي قطعتيه، واشتغلي في الكوسه شويه، مش كله عيبه بتنجان. السلام عليكم. عليكم السلام، اتاخرت ليه يا رحمه؟ يلا خشي اسلقي اللحم. ما انا سلقتها من امبارح يا عم صبري، وكمان حطيتها في التلاجه. شفتي بقى، عشان تعرفي ان شغل رحمه معانا كان مصلحه. قال ملقوش شيء يعملوه، جابوا عبدي يلطشوه. عمال تشغل في ده وده، هنكفي على ده كله منين؟ والنبي ده ربنا هيكرمه اخر كار، عشان البيوت المفتوحه من ورا حسه دي كلها. صح يا بنت، ربنا هيكرمه اخر كرم. الحكومه جت. صباح النور. ازيك يا عم صبري؟ اهلا وسهلا. ازيك علي بيه؟ تعالى معايا، عايزك في مشوار. تحت امرك، بس بخصوص ايه يعني؟ في واحد لازم تقابله، تعالى. استدعي يا بنت، انت كعبك محني وقدمك نحس. الراجل مستعجل. ها خلصي، اخترتي ايه؟ السجن والفضيحه ولا موافقه؟ الراجل هيدفع كام في الشغلانه دي؟ اهلا. طالما اتكلمت على الفلوس يبقى خلاص موافقه. مش لازم اعرف الشغلانه تستاهل ولا هوسخ ايدي على الفاضي. الراجل هيدفع 200,000 جنيه. انت بتستعبط؟ ورق العربيات اللي انت جايبه يعمل مليون جنيه. خلاص نخليهم 300,000. ليا فيهم 200. ما ينفعش، النص بالنص. انا المسؤوليه كلها عليا، وانا كمان جايب الراجل من طرفي. يا مدام خلاص بقى، وافي بقى واتكل على الله، بارك الله فيما رزق. بس على شرط يجي قدامي ويدفع قدامي. انت مش مستأمناني بقى على كده؟ وبعدين الراجل كده ممكن يخاف. هو ده شرطي، لو كان عاجبك وعاجبه. سمعني الكلام اللي طول عمري بخاف اسمعه. يظهر اني نسيت نفسي زي ما بيقولوا. بت ما تخليش الكلام ده وان يهزك. لو كان شاف اللي احنا شفناه كان عمل اكتر من اللي بنعمله. لا الغلط غلط يا بلبله، انا اخترت السكه السهله مش هختار السهل تاني. يعني انت مش هترجعي لهيثم؟ لا طبعا مش هرجع. انا بالفلوس اللي اديها لي هاخد شقه ايجار جديد وهفتح محل كوافير، وانت بقى شويه بتهربي منه وتجيلي اكون انا رستقت اموري. يلا يلا بقى قوم، يلا ساعديني لم شنطي، يلا يا اختي بدل ما يكرشونا. يلا هو
أنا عايزك تمسك نفسك يا عم صبري. دلوقتي أنا هبدأ طابور العرض. عايزك تتحقق كويس قوي وما تتكلمش إلا لو أنت متأكد. أنا ظلمت زمان وخلاص. مبقتش فارقة معايا بقى. محدش يشيل القضية دلوقتي. بس أرجوك أرجوك خليهم يدخلهم بسرعة. حامد تمام يا باشا. ابدأ طابور العرض. حاضر يا باشا. صبري فريدة انت كده بتنتحري. مش هتستعملي تعيشي مع اكرم بكل وطيان. رواه الاكرم ارحم من بعد بنتي عني والفضيحة. انت بتعملي كده مش عشان لوجي بس. انت بتعملي كده عشاني صح يا فريدة؟ منكرش ان ده جزء من تفكيري بس مش لوحدك. وانا ما ينفعش اشوفك عايشة مع الحيوان ده بسبب في داهية المكتب. فريدة انت عملت حاجات كتير قوي عشاني ومش هقبل منك تضحيات تاني. مش عشانك لوحدك يا حبيبي وعشاني وعشان بنتي. احنا مش هينفع نعيش بفضيحة زي دي وسط الناس. وانا الفضيحة عليا اهون من ان اشوفك عايشة غصب عنك بين ايدين واحد انت بتكرهيه. جوازتي من أكرم ممكن يكون لها آخر، إنما دي فضيحة هتلزق فينا وفي ولادنا العمر كله. فاهم؟ أنا كريهة قلبي الوساخة، نظيفة دي ولا وسخة؟ معلش يا خالتي مشفتهاش والله. يعني إيه مشفتهاش؟ اتعميتي في نوادرك؟ حاول عمك صبري يمشيكي حالا من هنا. لا يا خالتي الله يخليكي بقى. طب اتفضلي روحي هاتي فوطة ونضفيها. حاضر. بلاوي بتتحدف علينا. صبري يا صبري. يو وماله ما بيردش عليا ليه؟ بنتي يا رحمه. ايوه يا خالتي. خلي بالك من محلي يا بنت، هطلع اشوف عمك صبري مال. حاضر من عيني. بقى كده برضو يا راجل انده عليك ما تردش. ماشي يا عم. اللي اداك بوش المعلقه يدينا احنا بظهرها. 15 سنة والناس بتجري وبتعافر وبتربي ولادها وبتصلح في دنيتها، وانا مقفول على البيبان ما بعملش اي حاجة غير ان اعد بلاط السجن وحديده وولادي مش في حضني. ما تصلي على النبي بمال. عليه الصلاة والسلام. ايه يا اخويا اللي قلب عليك القديم كده مرة واحدة؟ شفت الاسلام يا مروزة؟ مسكوا اعترف. مش انا الاسلام. مش انا. طب يا اخويا الف بركه. انت كده رجعت صفحتك بيضة زي ما كانت. ده احنا هنعمل ليله لاهل الله. بعد ايه؟ بعد العمر ما جري واللي جاي ما بقاش قد اللي راح. قريت ما اتكلم ولا قال. كنت فضلت حرامي زي ما انا. على الأقل ساعتها كان هيبقى عندي عذر. إنما دلوقتي أنا بقيت قدام نفسي راجل خايب. ضحك عليه واتسرق منه عمره كله من غير سبب. ويعني يا أخويا كان بخاطرك. ده مقدر ومكتوب. نفسي أشتكي يا أم بلوزة. نفسي أصرخ وأقول الناس ظلمتوني. عايز أقول لهم أنتوا عملتوا معايا كده ليه؟ يا ريت الدموع والعياط ترجع اللي راح. ما كنتش بطلت. دلوقتي كأنك اتولدت من جديد. اتولدت من جديد بعد ما السجن سرق مني عمري وسابني وانا في اخر المشوار من غير القوة والأولاد. بس ربنا عوضك وكله هيتصلح ان شاء الله. ادي انت شفت اول ما خطيت اول خطوة وفتحت المحل ربنا كرمك.
صعبان عليا نفسي قوي يا ام بلوزه، صعبان عليا اني ما فرحتش ببنتي. الناس كانوا بيصغرطوا لها وانا مستخبي ونايم على الارض، معرفتش احط ايدي في ايد اللي بيطلبها للجواز، حتى معرفتش اقلق عليها وهي بتولد. صعبان عليا اني ما قدرتش اشوف ياسر وهو بيتخرج، ولو هو بيفرش مكتبه. كل الحاجات الحلوه اللي بتمر في حياه البني ادم عدت عليا وانا مش موجود. بس انت لسه بصحتك وعافيتك، لو قعدت تعيط على اللي راح عمرك ما هتفكر في اللي جاي. هو لسه في جاي، كله عدى. لا يا اخويا ما تقولش كده، لسه فاضل كتير، هتحضره هتتهنى. يلا يلا قوم صلي ركعتين لله واشكر ربنا انه ناصفك. انا فعلا هروح اصلي ركعتين بس عشان اشتكي له، هو بس اللي عنده العوض، انت اللي عندك العوض. شكرين. يا بنت وقفتي ليه؟ صعبان علي نفسي. هل صدقت اني ممكن اعيش العشية دي؟ هتعيشي لأحسن منها لما تفتحي الكوافير. بكرة يا بنت نفتكر الأيام دي ونضحك عليها سوا. يلا يا أختي يلا. اطلع يا اسطى. على فين يا قطط؟ كنت فاكرين هتهربوا مني؟ كل الطرق مؤداة إلى هيثم. اطلع يابا. سوري يا دكتور، بس أنا شايفة إن أسلوب الحصار والضغط على شخص ممكن ما يرجعش تاني ده مش صح. بس أنا براهن على رغبة ملك في العلاج وإحساسها بمشكلتها. ما تنساش عشق، ولاحظ إن هي الأقوى، يعني هي اللي مسيطرة تقريباً. أنا مختلف معاك يا دكتورة، ملك هي الشخصية الأقوى، لأنها الشخصية الأصلية. ضعف ملك هو اللي خلى عشق تظهر، وخلي بالك عشق عارفة كل حاجة عن ملك وملك لأ. يعني حتى لما بتبقى ملك مسيطرة بتبقى عشق موجودة وسامعة وشايفة. تقصدي ايه؟ ملك مش ترجع تاني؟ أنا متأكدة إنها مش هترجع، علشان كده لازم نبلغ أهلها، لأنها محتاجة مراقبة، وده مش هيحصل غير في المستشفى. ادخل. أنا زمانك موجودة عايزة أتقابل حضرتك بس هي ما خدتش معانا. خليها تدخل. إيه رأيك يا دكتورة؟ كسبت الرهان ورأيي طلع هو الصح. عندك حق، بس المهم تعرف هي رجعت ليه. ادخل. اهلا يا ملك، كنت متاكد انك هترجعي. نسيت اعرفك، دكتوره نادين زميلتي الانسه ملك الاعلاميه الشهيره وصديقه عزيزه. اهلا وسهلا. طيب استاذن انا يا دكتور، فرصه سعيده يا مدام ملك. دكتورة نادين تعرف حالتي؟ لا طبعا، هي زميلتي في العيادة بس ملهاش علاقة بأصدقائي. أصلي حسيت إنها تعرفني، خصوصا إنها قالت لي يا مدام مع إني مش لابسة دبلة. وعاطف اعترف إن اللي دلوا على المصلحة دي خالكوا صادق اللي كان بيشتغل مع باباكوا في الجامعة. خالي صادق؟ ده كان أكتر واحد بيتكلم عن بابا ويقول إنه حرامي، ومهما سمعني كلام كنتش بقدر أستحمله. تاريخ كان بيكرهه، وهو اللي رفع لماما قضية الطلاق، وهي كانت بتسمع كلامه عشان ساعتها كان بيصرف علينا. كان بيصرف علينا من فلوس اللي سرقها من أبونا 5 سنين، وقال لها ما حلتيش حاجة، أنا اللي معايا على قد بيتي وولادي.
الله يسامحه بقى اللي عمله فينا. أنا كده دوري انتهى، اللي جاي بقى دوركم انتوا. احنا نقدر نعمل له ايه بعد عمره اللي ضاع؟ تروحوا له تقولوا له احنا اسفين، احنا ظلمناك. اي كلام ملوش معنى، انا ظلمته قوي. ما تقسيش على نفسك قوي يا فريدة، انت برضو كنتي معذورة. معذورة؟ الراجل اللي حبيته طلع هو الحرامي، وابويا اللي كنت بكرهه طلع هو المظلوم. ما تفكريش في اللي فات، فكري ازاي تعوضيه في اللي جاي. تفتكر ينفع؟ عم صبري الراجل طيب، قلبه كان مفتوح لكم وانتوا ظالمينه، يبقى مش هيسامحكم وانتوا عارفين انه بريء. في حاجات ما اعرفهاش عن نفسي وحاجات كتير كتير قوي. انا ساعات كنت بقابل ناس بيعاملوني على انهم يعرفوني وانا ولا فاكراهم، معرفهمش اصلا. فاكره اول مره ده حصل؟ طلعني فعلا عاملاه وانا معرفش عنه حاجه. واضح ان هاشي موجوده من بدري قوي. ده انا من الدكتوره زميلتك سلمت عليا ولقيتها شكلها تعرفني قوي كده، قلت يبقى اكيد قابلت عيش. طب قولي لي، الحكايه دي بتزيد ولا بتقل؟ للأسف بتزيد. علاقتك بالناس بس هي اللافتة نظرك، ولا ساعات بتحس انك غبتي وانت لوحدك؟ لا ساعات بتحصل لي وانا لوحدي، يعني مثلا تبقى الساعة 5 فجأة الاقيها بقت 8 وانا معرفش حاجة عن الثلاث ساعات دول ولا فاكرة اي حاجة حصلت فيهم. طب ايه أطول فترة مش فاكراها؟ يعني مثلا ساعات، شهور، أيام؟ غالبا بتبقى ساعات، قليل قوي يعني لما وصلت ليوم. طب أول حاجة بتفتكريها ايه لما بتفوقي أو بترجعي من حالة النسيان دي؟ الصداع، أولها وآخرها دايما صداع، صداع جامد قوي، ومببقاش مستحملة لا الأصوات العالية ولا الإضاءة. طيب بعد الصداع بتحسي بإيه؟ بحس بخوف، بحس إني عملت حاجة غلط. طيب آخر مرة حسيتي بالذنب كان إمتى؟ أما حاولت أنتحر. أفهم من كده إن محاولة الإنتحار دي كانتش بسبب الموقف اللي حصل من أمك وخالتك؟ كان بسبب حاجة تانية. ساعتها حسيت ان العذاب ده لازم يبقى له اخر بقى. طلعت على الشاليه بتاعنا في السخنه وانتحرت. طب ليه ما حاولتيش ترجعي وتعرفي الشقه دي بتاعت مين؟ وانت كنت فيها ليه؟ خفت. خفت اعرف. طب ليه ما قلتيش لبابا او ماما؟ طول الوقت كان في حاجه بتمنعني. ساعات الاحساس بالذنب. ساعات كنت بخاف يقولوا عليا مجنونة. دكتور هشام
ممكن توعدني اللي قلته لك النهارده ده مش هيخرج بينا؟ طول ما انت مواظبه على الجلسات والعلاج ده سر بيني وبينك. على فكره ده حقك الانساني والقانوني. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب كفايه بقى كده النهارده. على فكره دي اهم جلسه علاج ليك يا ملك. ولا تحب اقول لك يا عيشه؟ ملك انا ملك.